في يا ام شاهين. حاضر يا ريس. ام شاهين. افندم يا ريس. انا عايزك كده مصحصحه طول الليل ما تناميش زي عوايدك. انا يا ريس. وحش يا ام شاهين. عين يا ريس. ده مين ده بقى اللي هيتصل بينا دلوقتي في الليل ده؟ صوت الباشا المأمون. ايوه يا باشا. ايوه بكير. خدامك يا باشا، امرني يا باشا. اسمعني وركز معايا كويس قوي، لان اللي هقوله لك ده لولا ان انا واثق فيك ثقه عمياء ما كانش ممكن اقولهولك. ده انا عناية يا باشا، ده انت لو طلبت روحي يا باشا بذاته برضه هديها لك، وهبقى انا يا باشا بمديهولك لك يا باشا. بكير احنا عندنا زنزانه انفرادي فاضيه صح؟ يا سوادي ده لو ما عندناش يا باشا نبني لك في الحال يا باشا، بس احنا عندنا ان شاء الله. انا عايزك تفضها لي وتسمع اللي هقولهولك بالظبط. أعوذ بالله من الخبث والخبائث. رضا هات الكرسي. يا باشا الكرسي موجود. اتفضل. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله من خبث الله. يا طاطا، طاطا لازم أعد. مين؟ السيد حكم دار دير النحاس؟ حكم دار إيه؟ حكم دار العاصمة؟ ازيك يا قطاطة؟ ازيك يا استاذ باشا؟ شوف يا استاذ قطاطة، انا عايزك في موضوع يعني شخصي كده. شخصي؟ بالليل؟ لا انت فهماني غلط قوي. انت فهمني غلط. انا عايزك في خدمة. ما انا عارفك خدمة دي. انا عارف انا اللي هو تقعد تعديني المكتب وغلط فيه صح؟ وبعد كده خش تعديني على البيت. اروح لك على البيت. بس بنت العطاطا وصلت السجاير من اوضه النوم وهم وعايز راحوا يا عم مسعود بيت بيشوف اللي انت عايزه. عايز ايه وانا اجي لايه؟ ما سمعنا بقول ايه؟ اتفضل. انا هساعدك في اثبات براءتك بس بشرط. اتفضل. ده مقابل. انا عايزك تجي لي البيت بالليل لوحدك كل ليله ابتداء من الليله دي. طب قول لي انت بقى فين بقى؟ قول لي كده فين سلمت الليلة بقى من الكلام اللي انت بتقوله ده؟ لا لا انا بنت الناس، بس الناس سابوني ومشيوا. حقهم يسيبوك ويمشوا، حرام عليك يا راجل يا راجل. اسمع الباشا هيقول لك ايه؟ انت بتتكلم ازاي وانت واقف وانت قاعد هنا؟ ازاي انت طالع بدورين؟ لا بروحين. والنبي عصام وتولين من الناس عليا واقول ان انتوا بتتناوبوا عليا. بن ايه؟ بتتناوبوا. اسكت يا ولية. نتناوب ايه عليك وطينة ايه؟ ده ايه السواد ده؟ اسمعي الباشا وخلصي. شوف يا استقطاطة، حفيدتي شافت امها وابوها وهم بيموتوا قدام عينيها فتعبت نفسيا يعني. ما تقول ازاي بقى؟ انا هقول لك اهو. ايوه. بس اللي انا بقوله لك ده قطاطة عشان خاطري. ده سر. توعديني انه ما يطلعش من بوقك خالص، خصوصا للبس. برمس. عشان خاطر. برمس. خدوها وحيوانات الحيوانات. ايوه. وهي صغيره كده المهم. ايوه. صممت ان هي تصورهم في بيت الفيل. بركه الفيل؟ راح تصورهم في بركه الفيل؟ بركه الفيل ايه؟ بيت الفيل اللي في جنينه الحيوانات. هو في بركة الفيل في جنينة الحيوانات؟ لا، في بيت للفيل في جنينة الحيوانات. ماشي. وهي بتصورهم والفيل وراهم. قدر ربنا بتهيألي يا قطاطة. الفيل مات؟ الفيل هاج فجأة وقعد يدوس فيهم برجليه، يدوس فيهم برجليه. ماتوا، ماتوا قدام عينيها. ابدا عليك يا حبيبتي. واللي ماتت هي امها؟ ماتت ايه؟ امال انت هتيجي تحلمي ايه؟ هحلمي فين؟ اسمعيني يا قطاطة بس وركزي معايا، الدكتور اسماعيل بيقول الامل الوحيد. الدكتور ايه؟ الدكتور اسماعيل. ايوه. بيقول ان الامل الوحيد ان انت تحكي لها حكايات اللي انت بتقوليها الجميله اللي هي سمعتها يوم الزياره. وانت بالصلاه على النبي، ربنا خد منك كل حاجه واداك الخير، فاهماني؟ ولو انتوا الاثنين بقى. ايوه. انا اعرف كل الزهر مصاحبة كل العفاريت اللي موجودة في البلد. هتحل المشكلة دي.
زار ايه بس وبتاع ايه؟ انا عايزك تحكي لها الحواديت اللي حكيتها لها في الزياره دي. نفسي اشوف ابتسامتها ترجع تاني وانا مستعد اساعدك. ايوه ابتسامتها لما ليك عليا بقى. بص خليها تفسخ دمها كده طول اليوم معاها في البيت وتحس كده ان اختها بقت موجوده معاها. يعني موافقه؟ موافقه طبعا بس ايه مقابل؟ ما انا قلت لك هثبت لك براءتك. ماشي. وعايزه ايه تاني؟ وعايزه فساتين. ايه؟ فساتين. هجيب لك فساتين. وبطاطس. فساتين وبطاطس؟ احب ابرز الفستان واروح على واخد البطاطس. انا موافق على كل اللي بتقوليه بس افهمي الكلام اللي احنا بنقوله ده. لو اي مسجون عرفته في السجن ده عارفه هيعمل فيكي ايه؟ ايوه هتاخد البطاطس. بكره انا عايزك يا طاطا تعملي اي مشكله مع اي مسجونه من المساجين. ايوه كده وكده يعني. ايوه كده وكده. كام تنفاش؟ كام تنفاش يعني ايه؟ كام تنفاش؟ ده كده وكده. مين يعمل اللي بقول لك عليه وانت ساكته؟ ماشي كام تنفاش. وانت كل شويه تحطي من الكالونيا القريعه محسور ما تخليكي حلوه يا اخت. هنطيها صاحبتك تاكليني. حقك عليها البنت الزياره الجايه هقول لك جيب لك ازازه. الحبس الانفرادي مش عايزه تشوف النور ولا الشمس خالص. يلا انا مليح. قلت يلا انا مظلومه ما تتلعب فيا. ده ما بقى السجن من ساعه ما جيت ده بقى صرخ. اسكت اضربك تقتلني. يلا يا بريئه انا مظلومه. بس في ايه؟ يلا بقى يا فكير. ايوه باشا هنعيد تاني يا حمار. يلا بقى. يلا يلا كل واحدة على سريرها. في ايه؟ قلة الأدب دي. يا قومي يا عمي. انت بره. خوتشي خوتشي كانت حلوة دي يا خالد. حلوة 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 وأي حلاوة. ده أنت كنت قمة الواقعية. ده أنت دغدغتيهم حلبة سلك واتنصب. شفتي أنت عندي على كرة الجبنة مع مسجد؟ ترفعهم بقى إيه ولا فتح حمامك؟ ايوه ده إيه ده؟ رسول بكير. ايوه باش جاي. كده بده يكونوا جايبين لك يا تاتا يستفردوا بيكي. بس انا مش جاهزه. ترى يا بني فيك ايه يا عطاطا؟ اسكت يا مسجون. ما انت عمال واخد على فين؟ ما تخرس يا ولي. ايوه اهو. استني هنا. ايه ده؟ ابعت اجيب لك لبون انت وحماده؟ يلا روح شوف على شغلك في العنابه. حاضر يا سلمكين. حماده على المس شويه شاي طوال عشان ده ما هو جعان. انت عايز تسرب لبن. سرب لبن يا ابني. عايز تسرب لبن. اسكت يا بوزه. تعالى.
معلش هتركبها بس في شنطة العربية. مش هنعرف مع عباس عندي رزت هتعرفني؟ لا أول ما تعرفني هتعرفوني أنت؟ مش على الغرابة أبو عباس عندي على كل حاجة هتعرفني. اسكت يا ولية هتحبسيني. اركب يلا اركب رزت ورا. أيوه مالك رزت اركب أنا عارف كل حاجة رزت نطي السيد من فوق نطي أهو بسم الله يا أبوي بعد كده استنى خالد ناخد روح انت انا رايح لعباس ماشي عازمني على كابتشينو. انت وليه انت وليه انت نمتي مغرب مغرب بيتك انت يا وان جايب خروف عند سانتا ما هو برضه نمت وقعدت تشخر رغم المطبات اللي معلش دواعي انت مش قلت لي 3 بكر وخلاص معلش دواع امنيه عشان ما حدش يشوفك امنيه ايوه كنا برضه بتضربني ما تقعدش اضرب اضرب براحتك انت اللي بقى تجيني وريني ها تعال ابو عزيز هتسلح ولا حاجة ما تتسلحش هو حد شايفني ما تتسربني بقى طيب يلا اتسلح بسم الله الرحمن الرحيم اتسلح اللهم بسم الله يا نهار اسمه يلا ايوه اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي انت فين انا هو راك انا هو معلش بتاخر ابو عزيز بكادين مش هعمل كده يلا خش هتفتحني يلا خش انت بتعمل ابتر كام عربيتها البصراوي ما تنزل يا بلوزة هناك يا ايوه يا سواد افري الربع طيب خش افري الربع يا نهار اسود يا نهار اسود تعقوم ازاي عرفت تعمل كده يعني ايه ازاي عرفت انا جد انت مستقليه بيا ولا ايه يعني انت متاكد ان قطاطه جايه هنا بنفسها بعدين هو انت كده مش بتتسطر على مسجونه يا جدو ايوه وديني بداهي على صوتك على صوتك وديني ده سر المفروض محدش يعرفه ماشي ماشي عادي ما تخافش على فكره بابي ومامي هيتبسطوا قوي لما يعرفوا ان قطاطه جايه هنا ومين اللي هيقول لهم بس يا بنت ما احنا ده سر مش هنقول لحد ها خلاص يا جدو قلت لك ما تخافش زين وصلنا الفيلا نزلت ايوه ايه ده انت فين دي فين وعربية ودنيا دي انت جايب دي جايبك انا في ايه ما هو ماما راجل متفق معاك مين بدر بتفق معايا عباس باشا عباس مصر ايه وانت جاي معايا ايه ايه هوصلك وهمشي ايه هو انت من اللي بيوصلوا الحريم للظباط ايه حريم ايه وظباط ايه احترم نفسك انا البوتجارد بتاعي ابو دكاتر الحارس بتاعك خد شغل الراجل مستنيك جوه يا ده راسي ايه طب مش هتيجي تتفرج اتفرج على ايه وليا عارفه عارفه انا اللي مصبرنا عليكي ان انت شبه امي لولا كده كنت فرتكتك خش قدام خش انا اتفرج ده خش يا اختي الف كده ولا ده لا خد انا الباب هتلف كده اهو كنا اهو يلا لا ايه النصيبة دي؟ هلا؟ اطلع يا مش هتجي تتفرج؟ اتفرج عليا يا ست مش عايزني ساعة ارقص يا بابا شمال عباس يا لهوي يا عباس اسكتي ايوه يا عباس معايا يا دادا انت لوحدك؟ نعم انت لوحدك؟ وايه اللي لوحدك؟ لا طب لوحدك؟ معايا لميس وعواطف و وبعدين بكير اهو ايه انت بكير يا باشا تتروح دلوقتي اللي قلت لك عليه يتعمل هناك في سجن واحد واحد ايه ده عليهم زي ما قلت لك بالظبط حمام يا باشا حمام يلا اللي اتقدم وانت يا قطاطة انا سلم اخوي للرب الرحيم قطاطة قطاطة عواطف يا راجل اتهد بقى هو انت ما بتهمش عواطف
وانت ما شفتش دي؟ شفتش ايه؟ مش ما شفتهاش يعني. هي مين اللي شفتها؟ مالكيش دعوه، فوقي كده وحصليني، عاوزك يلا احصلك. حاضر يا باشا، حاضر يا باشا. مريني وزنك كده. ايوه طب ام عمي ليه كده؟ مريني وزنك تاني. ايوه انت يا ست، انت تزوجي مني من الاول ولا ايه؟ ما تبطلي ملوحه بقى. ملوحه ليه؟ ولا في بيني وبينك حاجه يا عمر؟ عمر؟ ايوه انا عمر. انا بتبهدل بسبب الكتير قوي يا بنتي. جرى ايه يا جدو؟ انت بتعملها كده ليه اصلا؟ انا عارفه يا حبيبتي، وحسيت ان انا رجال الايادي في قلب البيت وجاي اقعد عند امي. لو ماما عرفت انك بتعملها كده هتتضايق منك قوي. انا ما اقدرش طبعا ازعل ماما خالص. ماما انت اللي قلت ان امها اتعجنت تحت الشيء. خلاص خلاص خلاص. ها تشربي ايه يا قطاطة هانم؟ اشرب فرخه. نعم فرخه فرخه. يا عواطف عواطف. ايوه خسارة بيعمل ليه كده؟ فيا ايوه يا حر اسود. شيخ هي بلاي ملك كانت في حيطه. النسوان دي مين دي؟ مين دي؟ هي دي بيت الدليفري؟ اه. بعتلي معاكي فرخه مشويه؟ اه ماشي؟ اه. انت البنت دي على فكره شكلها حراميه غسيل. جرايه يا ولاد، يا حراميه ايه؟ يلا يا عواطف انجزي يلا. بصي بقى. وقت لي روحك ايه بقى تاني؟ خلاص. بتعطس؟ مشيت. مشيت. مين دي اللي مشيت؟ مشيت عواطف يلا. عواطف مين؟ قطاطة. ممكن تركزي معايا؟ ماشي. فاكرة يا قطاطة الحدوتة اللي انت كنت بتحكيها عن الليمبي؟ الحدوتة دي انت عشتيها بجد ولا انت بتألفي من دماغك؟ انا مش عارف انت عايزة ايه؟ بسألك عن الليمبي. الليمبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا دمبي. يا ترى انت جعان ولا عطشان؟ منفوخ ولا مظلوم؟ وبعدين معاك قسما عظما لو ما اتكلمت انا ارجعك السجن تاني. جدو ايه؟ خدي من جواك. يلا احكي. طب واحنا انت قاعد معانا؟ ايوه قاعد معاك. واحنا بنحكي؟ ايوه. ايوه طب عرفت ان احنا احنا الاثنين عندنا حاجه في النسوان؟ نعم. عندنا حاجه في النسوان وعايزين نتكلم فيها. وبعدين معاك يا ست انت بتحكي وتخلصينا. حاضر. يلا. يلا غدا. عليه الصلاه والسلام. الليمبي بعد ما نزل في وسط الشارع عند الناس في قلب الجبزار في البوش وقال وراح طالع من اللي عايز يسلم وراح طالع من هنا وهو بعيد عليه. قال له اوعى عندك اقف اقف ويحصل. البيه في حياتك يا ليمبي. حياتك الضيقه. المهم اللي هو احسن من ابوك قال لك على مكان الكنز فين يا ليمبي؟ يبقى انتوا اللي كلمنا عليكم وقال لازم يسدد الحاجات. احنا اخواته. تعالى يا حبيبي اتفضل وخش. الله يرحمه الله يرحمه. الله يخليك يا حبيبي. قال لك الكنز يا حبيبي يلا جوه على طول يلا. ايوه مظبوطه. خليك معايا يا بنت. الدقيانة بيجروا ورايا. ايه؟ اه ده انت عشان عرفت مكان الكون. طب لا ما تقلقيش ما تقلقيش. ايوه ما تقلقيش. انت فين بقى دلوقتي؟ ايه؟ فين؟ اسمك! ايه يا عم الحاج؟ ايه يا عم الحاج؟ اسمك! انت بتقفل ولد الشارع ولا ايه؟ اه يا بقى انت كده طلبات المعلمين. هو انت مفكر هتهرب مننا؟ طب هتروح فين يا ليمبي؟ احنا لينا في كل خراب عفريت وفي كل شقة تعبان. يا ليمبي يا ابن الحلال، بدل قطعة النفس ديت قول لنا الكنز فين. اه ناخد حقنا ومستحقاتنا ونسيبك لسباق الجري اللي انت عايش فيه ده. ويا دار ما دخلك عو يا عم. عو ايه وبخ ايه ونو ايه؟ الله كنز ومش كنز. انت بتصدقوا اللي التخريب بتاع ابويا ده؟ راجل بكل شويه طلع ان هو مات وما بيموتش. ده مش في احتمال يكون موجود الوقت فوق وتلاقيه صاحي. نعم امال كنتوا بترغوا في ايه ده كله؟ كان بيقول على مكان الكنز. الكنز؟ ايه شوفوا انتوا شفتوا انتوا انتوا ناس بدلين لان انتوا كل يومكم الذهب والسلاسة والجواهر. انما بني ادم زي ابويا لحم ودم وكوارع
خلاص ولا يرد فيها في 60 داعية. يا لمبة انا مش عايز اعزيك. لا فرجني هتعزين ازاي اعمل حق ده؟ ما خدوش نفسه اللي يأذي اللمبي. يا اما القضي شدته يا اما البطن جابت يا عم الحاج. يا لمبة انا روحي بقت في مراخيري. نف على جنب عم الحاج وخرج روحك وراضي احنا. ولا شغل الاستهبال وسايب وقع مني وابراهيم السلق ده ما ياكلش معايا. ما ده اللي ياكل. تحب تاكل لوحدك يعني ولا ايه؟ انا من اللحظه ديت كان طاري مع ابوه بس يا لمبي. اللي نصب علينا وكان كل يوم يجي لنا بحدوته شيك واحنا نمد ايدينا في جيوبنا ونديله بمزاج ده. دور عليك بقى. قول يلا. اللي عايشنا في الوهم سنين طويله على قصه الكنز ده والجنيهات اللي هترجع ميات والالوف اللي هترجع ملايين ولا شفنا لكن